نقسم عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل رئيسية. تبدأ المرحلة الأولى بعملية تفاوضية تمتد 6 أشهر، وتبدأ على أساس قرار جدول الأعمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي 21/18 و22/54، ويلتزم فيها طرفات تفاوض بهدنة مؤقتة يتم خلالها وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وذلك بالتزامن مع التطبيق الفوري وغير المشروط للفقرات 12 و13 و14 الخاصة بالمسائل الإنسانية من القرار 22/54 وسائر الموجبات المفروضة في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في اتفاقيات جنيف لعام 49 والبروتوكولات التابعة لها والتي تقضي بالكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووقف الأعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي والهجمات غير القانونية على المدنيين وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المغيبين قسراً في السجون والالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان ووقف عمليات التهجير القسري وأحكام الإعدام وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واستحداث آليات لفرض ذلك في حال وفق بيان جنيف لعام 2012. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة 1.5 سنة، وتبدأ فورا توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع يتضمن وقفا شاملا ودائما لإطلاق النار وتشكيل هيئة حكم انتقالي التي تستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري بدءا من بدء المرحلة الانتقالية. تتمتع هيئة الحكم الانتقالي منذ تأسيسها بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة تصريف أعمال وإنشاء مجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية عليا وهيئة إعمار وهيئة لإعادة الإعمار وهيئة للمصالحة الوطنية، ويتضمن فرض والتصدي للإرهاب ومكافحته سواء كان من بقايا إرهاب الدولة الذي مارسه النظام في الفترة السابقة أو إرهاب الأفراد والجماعات والتنظيمات، والقضاء على الحواضن الفكرية والتنظيمية التي تغذي التطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد، وضمان خروج سائر القوات الأجنبية من البلاد من خلال صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحظر أي عمل عسكري. وتؤذن المرحلة الانتقالية وتؤذن نهاية المرحلة الانتقالية بتدشين مرحلة ثالثة تمثل انتقالا نهائيا ودائما عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية وإجراء الانتخابات المحلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة. من وقع على هذا القرار والتزم بهذا